حملة تخريب غير مسبوقة ببعض ثانويات العاصمة، خسائر بالجملة، الوزارة تهدد بالطرد والنقابات تنادي بالردع، والدافع يبقى مجهولا. تخريب للثانويات، كسر لزجاج النوافذ وإشعال للشماريخ، ثلاثية مخيفة أضحت تعيش على وقعها المؤسسات التربوية هذه الأيام في سابقة خطيرة فتحت باب التساؤل على مصراعيه حول الأسباب الخفية الدافعة لها. ما عاشته ثانويات باب الزوار، براقي، بوقرة وغيرها خلال هذا الأسبوع من أعمال تخريب قام بها التلاميذ دون الشعور بأدنى حد من المسؤولية صارت أقرب للتمرد الذي أصبح يطبع بعض الأقسام النهائية مع قرب ختام كل موسم دراسي. وبالرغم من تضارب المعلومات حول مصدر إدخال الشماريخ إلى المدارس في ظل اتهام الطالبات بإخفائها في حقائبهن، إلا أن نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ حملتا وزارة التربية المسؤولية كاملة لغياب مصطلح الردع من قاموسها، وهو ما يطرح التساؤل عن جدوى وجود القانون الداخلي الذي يفرض الانضباط داخل المؤسسة والذي يبقى مجرد حبر على ورق. يأتي هذا في الوقت الذي يعتقد مختصون بأن اكتفاء وزارة التربية بقرار الفصل ضد المتورطين في التخريب لن يحل المشكل، وهو ما يستدعي ضرورة التحقيق في الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة والسعي لاجتثاثها من جذورها في وقت فقدت فيه المدرسة العمومية حرمتها، فهل من مغيث؟